السلام عليكم اولا، تحياتي لكم. انا عدد المواهب، ممثل، فنان، الى اخره، عندي منوبه في الدم ديالي، ولعبت افلام يعني اسرطه مطوله مع حسن الفن، لعبت مع وستر كوباي 2010، ومن ثم السينما تعلقت بها من ثماه، وجو ممثل خاطري ولعبت معهم، مثلت معهم افلام قصيره مسلسلات رمضان الى اخره. ودابا درت افلام راسي، يعني كنلعب في البطوله، انا كنلعب دور ثانوي، كنلعب في كاسكادور، كنلعب فرادا السوفا، المهم فيلم الاكشن كنلعب، كنت نجيب من القريعه السلطان، كنت نقرا فيلم واحد العدد 300 درهم ما تحبه، كنت ندير اسوق انا بيان مونتاج، حسيت كيقيس الفيلم وانا كنصور، ومني كنصور يعني الشباب كنشرك على التليفون العادي، كلشي كيبغي يصور معايا. كنت ما شفناكش مخرج ما يعني البلاصه اللي كنعيش فيها انا المحيط، هادشي ما هادشي ما عندوش مع هادشي، كيدم كيهملوك، ما كيقولكش انت كتخربق، اش كتخرب شي فلوس. لا ما شفتها. منطقه سي موسى بعلي المحمديه، واحد المنطقه سياحيه يعني فيها الطبيعه، فيها الفلاحه، وتما كندير الرياضه ديالي بوحدي، ما كاينش اللي غيدعمك شي ديال هذه مزيان، تبارك الله اللي كيشجعوك ما كيشجعوكش، ديما كيهملوك، ماشي كلشي بعد الوحدين تطيتي كتخربق. هما كيدوا كيهضروا على الفلوس، المواهب ما كيهضروش عليها، الا قلت شي مواهب ما كيعرفهاش. المواهب كنمارس، المواهب كندير شي ديال بروسي، حركه تاع بروسي كنمارس لهم تشاكو عندي، كندير مثلا بحال نضحك الناس، مثلا شي سكيتش بحال السكران، بحال داك صاحب الميكا الله يعفو على الجميع، صاحب دير لي شي سكيتش. السلام عليكم. وي صح هذا الضيف كندير. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.